هاد الصباح ما خرجنا حتى الحل. ها واحد من الحل ما خرجناش ليه. حنا جينا حبيا قبل، جينا مسلمين، كونا لجنة باش يمشيو 5 ديال الناس ينوبوا علينا باش يتصلوا بالسيد المسؤول ديال المدرسة، وما استقبلهمش المرة الأولى وقال لهم سيروا فين بغيتوا. عاود قلنا نديروا محاولة ثانية، مشاو لعندو محاولة ثانية، قالوا لهم حنا ما كنعرفوش هاد الآباء وهاد الأولياء. عاود درنا محاولة ثالثة، صيفطنا السيد العون، كلفنا سيد العون، حنا باغين السلم، باغين هذاك السيد مدير المؤسسة اللي كينوب علينا واللي ربى لنا وليداتنا واللي كبروا عنده واللي تيقري لنا وليداتنا، بغيناهم ما يكونش عنده مشروع. شنو المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هي هاد السيد راعي لهاد التضرر ديال الجائحة، وينقص لنا شوية من الثمن ديال وليداتنا، راه حنا تضررنا. كاين اللي عنده جوج الوليدات، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده أربعة، كاين اللي عنده واحد، والناس في القطاع الغير المهيكل راه تضرر، وحتى الانسان الموظف راه تضرر، لان وليده ما قراش، راه حتى هو خاصو يعوض لوليده داكشي اللي ضاع. حنا كنا تضررنا، ما فيها لا موظف وما فيها القطاع المهيكل ولا غير المهيكل. الله يطول عمركم. حنا كنوجهوا النداء ديالنا لصاحب الجلاله، كنوجهوا النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم بهيجه قيش، مسؤولة على المصلحة التقنية لمجموعة مدارس الأمانة حي السلام. كنأكد للناس بأن احنا من نهار اللي بدا الكوفينمون وحنا خدامين، الأساتذة خدامين من المنصات ديالهم عبر الإنترنت وداكشي. حنا خدامين كنوجدوا الدواسة ديال الدراري اللي كيمشيو في الترونسبور، لأن كاينين الناس كيتعذر عليهم أنهم تكون عندهم لامبريموند، او كيتعذر عليهم كيفاش على حسب الخدمه ديالهم ولا هذا. حنا كنديو لهم الدروس حتى للديور ديالهم، كل مساعده بالسائق ديالها كتاخذ الدروس ديال الوليدات وكتديهم كتفرقهم على الاباء. هادشي يوميا تقريبا، حنا يوميا خدامين في هادشي هذا. 14 المساعده اللي مكلفين بالطبع، خدينا الات جديده اللي باش نواكبوا هذا العمل اللي هو ماشي سهل، والحمد لله قدرنا نتوفقوا. وكاينين حتى ناس اللي ما كيستعملوش الترونسبور وتعذر عليهم انهم ياخذوا الدروس، حتى هما تكلفنا ودينا لهم الدروس لديورهم. كنأكد على ان كاين بعض الاباء وطلب منهم انهم تعذر عليهم انهم يواكبوا العمليه ديال الطبع، او يعني ما عندهمش لامبريمونت، ما عندهمش وسائل باش غيستقبلوا داكشي عبر المنصات من عند الاساتذه اللي هما خدامين يوميا الحمد لله بكل فخر. وحنا تكلفنا ودينا لهاد الناس المسائل ديالهم حتى للدار، وهذوك الوليدات راهم وليداتنا، وهادشي كلشي باش ما تنقطعش الدراسه، باش يستمر كلشي ان شاء الله ويكون في الخير. سافا بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة مريم غزين، مديرة نائبة مديرة التربوية بمعهد مؤسسة معهد الأمانة حي السلام، منذ 1987. اليوم نحن أطر معهد الأمانة حي السلام نريد أن نوضح للسادة آباء وأولياء أمر التلاميذ والرأي العام أن مؤسستنا التزمت منذ انطلاق الحجر الصحي وبكل أطرها التربوية والإدارية والتقنية من أجل إنجاح عملية التعلم عن بعد. ولهذا الغرض أنشأنا منصة خاصة الأمانة أونلاين ابتداء من يوم 17 مارس، حيث استفاد التلاميذ من دروس وتمارين عن بعد، وحتى خلال فترة العطلة البينية لفائدة جميع المستويات. وبعدها مباشرة ارتأت مؤسستنا تعزيز هذه المنصة بإنشاء منصة رقمية أخرى مايكروسوفت تيمز، حيث أنشأت أقسام افتراضية بكل القاعات الدراسية داخل المؤسسة. ولهذا تقرر استمرار تقديم دروس دعم عن بعد شهري يوليوز وغشت وبدون مقابل، ذلك لتقويم بعض التعثرات وتهيئا للدخول المدرسي المقبل إن شاء الله.
Bonjour, donc je suis la maîtresse Hanan de l'Institut Al-Amanah Al-Salam et donc je tiens à préciser que les cours ont commencé depuis le début du confinement, c'est-à-dire à partir du 16 mars et cela sans arrêt. Nous avons continué à donner nos cours aux petits-enfants de l'Institut Al-Amanah et je précise encore une fois, sans arrêt, les cours se font de façon absolument normal, comme si on est dans la classe. Nous présentons tous les matières, le français, l'expression orale. Très bien, donc nous avons, comme j'ai dit, fait tous les cours possibles, tous les matières. Et on a eu recours d'abord à un site de l'école, ensuite des PDF qu'on envoie chaque jour journalièrement à tous les parents de l'Institut. Et ensuite, maintenant, nous accédons à la plateforme éducative Teams. تلقينا حتى الاول شهر 4 عاد تلقينا الواتساب كيصيفطوه ليا. انا اضطريت انني نشري تليفون ونخدم مع ولادي فيه. صافي هو باش عاوني هاد السنتين ما عاوني حتى شي حاجه. هذا السي المدير ما عاوني حتى شي حاجه. ثاني حاجه بغا يدير لنا ما درنا التيمز. بصح درنا التيمز ولكن التيمز راه ما استفدنا منه حتى الاخر ديال شهر 5 عاد استفدنا من التيمز. اوكي الوغ جو تيان اوسي ا بريسيزي que les profs, les enseignants de l'Institut fournissent un effort énorme et on a été un petit peu déçus par le comportement de certains parents. Et je tiens aussi à préciser que les enfants doivent continuer leur cours jusqu'à la fin de l'année scolaire et cela pour le bien de leurs enfants car ils ne pourront pas accéder aux années supérieures sans à faire des tests évaluatifs pour l'année prochaine. À partir de هاد البيريود هادي اللي دخلنا في الحجر الصحي كملنا عن بعد مع التلاميذ ديالنا في المؤسسة البروغرام الدراسي اللي كنا توقفنا فيه في السول لونغور درسنا وابخي وصلنا للديم ديال الفوليبال والفوليبال ماتير من جون دو سبور كوليكتيف سافو دير حنا انا كاستاذ كنقسمو لهم لسات سيونس شاك سيونس كندرسو لهم لوبجيكتيف اللي خصو التلاميذ يضبطو لنا فهاد لا سيونس كتلاحظو على الصفورة كاينة لا سيونس دو هي الدرس اللي كنبداو دائما بلا ريفيزيون دو ماتيير وبلو طون دو جو هو لوبجيكتيف برانسيبال. فهاد المنصه ديال التواصل الرقمي عن بعد كانما التلاميذ معنا في الحصه لي زوبجيكتيف اللي كنعطيوهم لهم في لو كوتي تيوري كنستمروا في لو كوتي براتيك بيان سور لان ماده ديال التطبيق شاك جور كنعطيوهم لي زيكزارسيس اللي خصهم يديرو باغ اكزومبل اجوردي عندهم لا توش دي بال عطيتهم ديجا لي زيكزارسيس وابخي غادي ننتقلوا بيان سور خصهم يعرفوا لي ريكلومون دو جو التطبيق وفي نفس الوقت غادي يولي يشوف المواد اللي كيتعلقوا بالدراسه كتستمر عن بعد راه عطاتهم هاد الظرفيه اللي هي صحيه اللي كنتمنى من الله انها تكون اقل مده ولكن هذا ما كيعنيش ان التلاميذ انقطعوا عن الدراسه في المؤسسه بالعكس كاين عندنا منصه رقميه كنسجلوا الحضور ديال التلاميذ وكنكملوا الدروس كيف ما هي العاده مع نقص بيان سور في الجانب التطبيقي مي لي كوتي براتيك اللي اون دوا انهم يضبطوهم لنا في لي سيونس كنمروهم للتلاميذ سواء في لي شوفمون سواء في البراتيك سواء في لي بوزيسيون. الاسم الكامل اسم محمد الكواش المهم حارس عام بالثانوي بمؤسسة الأمانة حي السلام. فمنذ انطلاق الحجر الصحي ببلادنا عملت مؤسسة الأمانة على ضمان تعلم التلاميذ عن بعد حيث تجند جميع الأطر بما فيها الأطر التربوية والتقنية والإدارية على إنجاح هذه العملية مع نكران ذات الجميع وتضحية كبيرة من الجميع لتبليغ هذه الرسالة التربوية النبيلة. والآن بمؤسسة مجموعة الأمانة حي السلام استطاعت أن تخلق بفضل الله سبحانه وتعالى أقسام رقمية افتراضية بكل القاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا صرت أستاذة بمعهد الأمانة حي السلام سنة منذ سنة 1988 يعني توتين كارير. اليوم كان نستنكر واحد الحدث صراحة اللي كيقوموا به اللي قاموا ببعض الآباء الله يهديهم. حنايا بدا كتلميح لواحد النقطة أو كتصحيح وتوضيح لواحد النقطة اللي كيقولوا أننا ما حنا ما اشتغلناش.
حنا الحمد لله والله ما لك الحمد على كل حال، العالم كله كندوزو من واحد المرحله اللي هي الوباء ديال كوفيد 19، والجميع كيبذل جميع المجهودات ديالو باش نتجاوزوها بدون اي اقل خسائر. المهم غير اللي بغيت نوضح لواحد الاباء الله يهديهم والله يسامح عليهم، اننا حنا من منذ بدايه هذا الوباء يعني من 16 مارس تقريبا وحنا كنشتغلوا بالدراسه عن بعد، جميع الطرق استعملناها، لا استعملنا الطرق لمصلحه وليداتنا بالدرجه الاولى، خدمنا بالواتساب، خدمنا بلي كاميرا بالفيديو باردون، سجلنا دي فيديو، كنجيو للمؤسسه مؤخرا دابا كنخدموا بالتيمز يعني مباشره مع التلاميذ، وكنا كنتواصلوا مع وليداتنا حتى باش نقيسوا فيهم داك الحس ان العامل النفسي ديالهم هما، كنتهضروا معاهم على الخاص بطريقه سلسه بحال الا حنايا في القسم. هاد المؤسسه ربما نرجع للمؤسسه ماشي كندافع عليها ولا شي حاجه، ربما الا لاحظتوا على اننا منذ سنه 1988 وانا كنخدم بها، وشنو غادي يمكن اي واحد غيجلس في واحد المؤسسه الا ما كانش مرتاح فيها، الا الا ما كان مرتاح فيها. الحمد لله لا من حيث التعامل لا من حيث الدراسه لا من حيث الجديه، اللهم لك الحمد. غير اللي الاباء الله يكون في عوانهم، بعض الاباء الله يهديهم والله يكون في عوانهم، ربما عند كاين بعض الظروف غير، وكان كان بامكانهم انهم يتحاوروا مع الناس او مع المسؤولين بطريقه سلميه. غير كتوضح الله يخليك الطريق او السبب اللي جعلني انني نتكلم، وغير بوغ اكليغتيغ ان اوتر بوان، هو اننا حنا راه حتى واحد ما طلب منا اننا نتكلموا كاطر تربويه او لا ندافعوا او لا نهضروا، علاش؟ حيت الحمد لله حنا غنيين عن التعريف، غني عن التعريف علاش؟ لحقاش كنخدموا بجديه وعندنا طاقم اداري اللي يعني اوني سويفي اللهم لك الحمد، وعندنا ضمير مهني اللهم لك الحمد. غير الاباء اللي شفتهم داروا اللي جعلنا اننا نتكلموا هو ملاحظه بعض الاباء، تفوجئنا بصراحه تفوجئنا بلو تام، بعض الاباء دايرين وقفه احتجاجيه، ومنين تسالنا علاش قالوا لنا علاش وعلاش علاش، لان هاد الناس بغاو بعض المسائل الماديه اللي ما يمكنش نتكلموا فيها حنايا يعني عندنا الناس الخاصين بها، حنا كنتكلموا على التربويات. اللي عارفين هو ان هاد المدرسه المؤسسه ديالنا دائما خلقه الحوار. ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.